هذا طيب هو دكتور طارق، هنا هستأذنك، عندي سؤال شاغل مخي. يعني ربنا يخليك يا دكتور، دلوقتي الاوروبيين بعد ما شافوا انه الامريكان ورطوهم في الحرب الروسيه الاوكرانيه وخلوهم دفعوا عمليا الفاتوره الباهظه، وبقيت الولايات المتحده الامريكيه بعيدا بشكل عملي عن الحرب، بل استفادت اقتصاديا من هذه الحرب الروسيه الاوكرانيه، وكانت الفاتوره الاقتصاديه الكبرى على اوروبا وبقيه العالم. ده من جهة، من جهة تانية برضو أوروبا بتشوف كلاكات تاني مرة إنه الأمريكان بيورطوها في هذا الصراع، يمكن الأخير ما بين فلسطين أو الفلسطينيين وما بين الكيان الصهيوني أو الجانب الإسرائيلي، وأوروبا هي التي تدفع الفاتورة للمرة التانية على التوالي، سواء إذا كان اقتصاديا أو إذا كان هذا الصراع ممتدا فهتدفع أيضا فاتورة أمنية باهظة برضو تاني للمرة التانية. مش بقول انه الاوروبيين هيتعاونوا معانا ضد الامريكان، ولكن هل مستعدين انه يخلقوا تعاون فعلي بناء ضاغط على الامريكان والاسرائيليين من جهة، مش ضد لكن ضاغط بشكل حقيقي فاعل وبناء؟ يعني اتمنى هذا السيد النائب، لكن الاوروبيين تجربتهم معنا في مراحل سابقة لم يستطيعوا أن يتبنوا مواقف منفردة تستطيع أن تزن المعادلة اللي حضرتك بتشير إليها، بمعنى أن القضية ليست تكلفة في من يدفع التكلفة. الجانب الأوروبي هو بيكتفي بفكرة المؤسسات المانحة والدعم المباشر وشروطهم في التعامل مع أطراف المعادلة السياسية بالنسبة لحركة حماس والمقاومة الفلسطينية، أنه نبذ العنف ونبذ الإرهاب والاعتراف بإسرائيل، يعني شروط عامة يمكن أن تحدد بسرعة أخرى. الإدارة الأمريكية هي تتحرك في ملف إسراء العرب الإسرائيلي في هذا التوقيت، في تقديري الشخصي وهذا رأيي الشخصي أنها لا تنظر يمينا ولا يسارا، تنظر إلى مصالح إسرائيل أولا وأخيرا، وهذا هو مكمن الخطورة، بمعنى أنه إسرائيل وحدها والباقي أغيار. يعني بالتالي التركيز هنا على أنه الإدارة الأمريكية ستستمر في دعم إسرائيل برغم كل ما يجري في الكونجرس ومجلس الشيوخ، وحضرتك تعلم ان في حاله تجاذب كبيره في المؤسسات الامريكيه وفي لجان الاستماع والانصات طوال الاسبوع الماضي، كلها كانت بتنتقد الموقف الامريكي وتنتقد الموقف الرسمي، يعني الاداره الامريكيه واداء المسؤولين الامريكان في الملف باكمله. بالتالي هنضع عنوان لملف الانتخابات الامريكيه القادمه، ملف غزه، برغم ان البعض يراهن بيقول انه الامريكان يذهبون يصوتون في قضايا داخليه خاصه بالاعاشه الاجتماعيه والائتمان والرهونات العقاريه وغيره، القضايا الداخليه على مستوى الخارج، لكن استطيع ان اتنبا انه هيبقى في عنوان غزه وعنوان اسرائيل حاضر في الانتخابات الامريكيه المقبله. النقطه الثانيه هو ان الاوروبيين ايضا يمضوا في اطار الولايات المتحده، للاسف هم بيكتفوا بدور اقتصادي، هم من دعموا بالمناسبه فكره السلام الاقتصادي بديلا عن السلام السياسي، هم من ارادوا ان يدخلوا مشروع الممر اللي طرحه الرئيس جو بايدن منذ عده اشهر، فبالتالي في افكار ربما الجانب الاوروبي ينظر اليها بمقاربه اقتصاديه تنمويه استثماريه، لا حديث لدى الاوروبيين عن مقاربه سياسيه يمكن ان تهيئ الاجواء لبدايه اتصالات فلسطينيه اسرائيليه في هذا الاطار. اعتقد التخوف الاوروبي مما يجري يتركز في حاجتين سياده النائب. النقطه الاولى مخاوف الجانب الاوروبي من ان يتم عمليات تهجير او ترحيل طوعي او جبري الى بعض الدول الاوروبيه، لان قبرص كما تعلم عرضت بعض العروض، واليونان وايضا دخلت استراليا وكندا على الخط، فبالتالي الاوروبيين يتحسبون لكثير من الامور في هذا الاطار، تخوف من ان يرحل الفلسطينيين الى بعض الدول. واحنا لينا تجربه مع الاوروبيين اللي هي تجربه ضبط الحدود، مصر قامت بتجربه يعني حظيت باحترام العالم في ضبط الحدود، وقفنا الهجره الغير شرعيه، فالاوروبيين بيدركوا مع من يتعاملون، مصر دوله كبيره محوريه لها دور في المنظومه الاقليميه والدوليه، واحنا لينا طبعا وقفنا الى جانب الاوروبي في موضوع الهجره الغير شرعيه، وبالتالي هم يثقوا في الدوله المصريه، يعني حجم الاستقبالات اللي استقبلتها القاهره خلال العشر ايام ويمكن اكثر من عن مسؤولين الاوروبيين، الرساله هنا نحن نثق في الدوله المصريه في توجهاتها في مواقفها، مدركين طبيعه الحال انه مصر تستطيع ان تضبط الحركه حركه الاستقرار في الاقليم بصوره كبيره، وبالتالي استثمار ما يجري الان يحتاج الى تعاون عربي تقود مصر طبعا، التحركات الاخيره مصر وجهت البوصله زي ما اشرت لحضرتك
والامر الاخر هو الانفتاح على الاطراف الاخرى. العالم سيدي ليس فقط يا سياده النائب امريكا. امريكا صحيح انها الوسيط المباشر والتي تثق في اسرائيل ولا تثق في اي طرف اخر، لكن علينا ان نتجه الى تطبيق فكره العالم متعدد الاقطاب الان مع روسيا، مع الصين، مع القوى الصاعده الاخرى في العالم. لا نريد ان نقول ان الولايات المتحده هي مسؤوله عن الامن في العالم، مسؤوله عن حل القضيه الفلسطينيه. دعنا نرتب انفسنا في هذا التوقيت. علينا ان احنا ايضا نحيي الدور الرباعيه، الرباعيه الدوليه اللي عطلتها الولايات المتحده برضه يعني. فبالتالي النظر الى الولايات المتحده شريك يعني منصف للحلول الفلسطينيه والعربيه، لا اعتقد هذا. اذا تضررت المصالح الامريكيه، وهذا امر واضح حضرتك، اذا تضررت المصالح الامريكيه في الاقليم وهناك سقف للوالي الحضور العسكري والاستراتيجي، اعتقد الولايات المتحده ستراجع نفسها وسيكون هناك مراجعه للجمهور الامريكي في الانتخابات المقبله. وبالتالي لا احد يقول انه المصالح الامريكيه لن تتضرر، لا بالفعل المصالح الامريكيه بدات تتضرر في العالم، بدات صور تظاهرات تظهر في اوروبا وفي عدد من الولايات الامريكيه في اشاره مهمه الى انه ما زالت الشعوب لها كلمتها في هذا الاطار. الإدارة الأمريكية بطبيعة الحال عليها أن تراجع مواقفها، عليها أن تكون أكثر انصافا للحقوق العربية والحقوق الفلسطينية. أعتقد هذه رسالة مهمة إذا أرادوا أن تستمر شراكتنا العربية مع الولايات المتحدة. هناك فرصة ذهبية للدول العربية أن تصيغ علاقة أكثر وضوحا وأكثر استقرارا مع الولايات المتحدة في هذا التوقيت. صحيح، أنا بشكرك جدا 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 يا دكتور. كل الشكر دكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، في حديث عن مسألة يعني الجهود اللي بتقوم بيها اللجنة العربية الإسلامية، ولقاء سيد سفيد سامح شكري وزير خارجيتنا بوزير الخارجية الأسباني.